السلام عليكم. هذا المحول اللي يجي مع الدراجة الكهربائية اسمه بالأجنبي التحويل كونفيرت، هذا يحول من خط دي سي عالي إلى خط دي سي منخفض، يعني من 70 فولت لـ 12 فولت. راح نشرح شوي عن مداخله ومخارجه مشان الكل يفهم. الأحمر اللي عليه فيوز بالعادة هو مدخل الفولت العالي، الأسود مشترك يعني بارد مشترك، الأصفر هو اللي يخرج 12. شلون نجربه؟ بإمكانك تجربه على البطاريات أو من الشاحن نفسه. هذا عندنا جهاز شاحن، هذا شاحن بطاريات تمام، وأنا قاس الجكة تبعته. حاليا عندي الأزرق هذا هو 70 فولت، وهذا البني هو البارد. هذا بمنه يجي شامل، يعني معنى شامل انه يعني من 36 فولت ل 84 فولت يستقبل خط الدخل الانبوت، من 36 فولت ل 84 فولت، ويخرج دائما 12 فولت ثابت. راح اقص انا هاي مشان نوصل ونشوف شلون نفحص بالافومتر. طبعا موجود فيوز داخل هاي العلبة، دائما أحيانا يحترق الفيوز. على هالشكل ناخذ خط 70 فولت، هذا من الشاحن 70 فولت، الموجب هذا الموجب، نوصله وين؟ على الأحمر تمام. ونوصل البارد على البارد مشترك، لأن البارد يطلع صوت أول مرة. خلاص على هالشكل احنا وصلنا. منين ناخذ 12 فولت؟ شلون ناخذ 12 فولت؟ من الأصفر ومن الأسود، لأنه الأسود مشترك. نقيس هاي 12 فولت عندنا، خلي السالب مكانه، هذا السالب خليه مكانه على سبيل المثال. شوف الخط الدخل أكثر من 12، 69.8 يعني 70 فولت تقريبا. هذا الخط العالي بالعادة بالميتور يعني بالدراجة الكهربائية ينوصل مع خط المفتاح. الخط اللي جاي اللي بده يشغل الكنترول مع المفتاح يعطي خط هذا الجهاز الكونفرتر وللكف، يعني بس الشخص فتح كونتاك اتصل الكهرباء وصير يخرج 12 مشان يشغل الأضوية، الزمور، الغمازات، تعرفون انت يعني الحاجات اللي تحتاج 12 فولت. هذا بس يعني مراجعة سريعة عن هذا الجهاز مشان العالم يعرفون إيش هذا وظيفته. السلام عليكم.